السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقي شاب في 30 من العمر مسرعة على يد شقيقه، وذلك ساعة قبل موعد إفطار اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 قرب حمام الغزالة بحي لابيطا بمدينة القنيطرة. وحسب بعض المصادر، فإن سبب ارتكاب هذه الجريمة كان جراء دخول شقيقين في مشادات كلامية انتهت بدخولهما في شجر حاد بمنزلهما بحي لابيطا. استل خلاله أحد الشقيقين مطرقة حديدية حيث قام بتوجيهها إلى الآخر، أسقطت الضحية أرضا غارقا في الدماء. المصالح الأمنية حضرت إلى عين المكان فور تلقيها الخبر، وجرى توقيف الجاني والأب وتم نقلهم إلى مصلحة الشرطة القضائية للتحقيق معهم. وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بالقنيطرة أوقفت قبل قليل الشاب الذي أقدم على قتل شقيقه الأكبر بعدما قامت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الجريمة في الوقت الذي تم فيه نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى القنيطرة وتشريحها بأمر من النيابة العامة المختصة. وتم وضع مرتكب الجريمة تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.